متابعي انفاس تي في في هذا اللقاء اللي غيجمعنا بسي نور الدين مختص في الحجامه والطب البديل. اهلا سيد نور الدين وشكرا لك على الاستضافه. سي نور الدين قربنا اكثر من الحجامه. الحجامه كما هو يعني متعارف عليه فهي المص، والفرق بينها وبين الفصد، فالحجامه هي تقوم بتسريب الدم عن طريق استعمال يعني كاسات، ويكون بطريقتين كما هو متعارف، الحجامة الرطبة اللي هي الدموية، والحجامة الجافة، وهي طريقة يعني طبية قديمة كانت تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، لأن الناس كانوا يجهلون يعني أسباب الأمراض، وكانت الوسائل العلاجية آنذاك كانت محدودة، فلذلك قاموا بالحجامة وتشخصات الحجامة عن طرق يعني كثيرة، منها أنواع الحجامة سنتذكروا تطرقوا لها بعد قليل. تقدر على ذلك الأنواع تقدر تقربنا شوية من الأنواع ديال الحجامة؟ نعم، أنواع ديال الحجامة دابا اللي كاينة، ف الناس يعني كتمارس يعني تقريبا هنا جوج طرق من انواع الحجامه، اللي هي الحجامه الرطبه وهي الدمويه، والحجامه الجافه. وهناك يعني انواع كثيره من الحجامه، فهناك الحجامه المتزحلقه يعني التي تستخدم بالزيوت يعني عن طريق الكؤوس الهوائيه، والحجامه يعني بالرياضيه، الحجامة المائية، الحجامة الفيزيائية، الحجامة بدودة العلق، نعم تاهي كاينة بدودة العلق، هذا نوع من أنواع الحجامة يعني رائع، الحجامة بالوخز بالإبر، والحجامة بالأعشاب، الحجامة بالموكسة، والحجامة بالفوطة النارية، والحجامة التجميلية بالنسبة للنساء. هادو هما الأنواع، فوالا هادو هما الأنواع ديال الحجامة اللي كيداروا هنا في المغرب وفي مراكز عدة. شنو هما الفوائد ديال القيام بهذه العملية ديال الحجامة؟ يعني الفوائد ديال الحجامة فهي شان نقول لك هي كثيرة جدا، ونذكروا يعني الفوائد اللي هما يعني مهمين. أول حاجة يعني تنشيط الدورة الدموية، إزالة السموم المتراكمة في الجسم، الحجامة كما هو معروف هي تقلل نسبة الكوليسترول الضارة اللي هي LDL، وترفع نسبة الكوليسترول النافعة HDL. أكسيد النيتريك هو أنزيم يساعد على عمل أوعية الدموية، ويعمل يعني بعد حصة حجامة، والحجامة أيضا تعمل على إخراج حمض اللاكتيك، وهو يعني هذا هو اللي تيكون يعني عند الرياضيين، يعني الرياضيين اللي تيكون عندهم مشكل ديال كما كنقولوا ليغامون مينيسك كذا، الانزلاق الغضروفي، فهي تزيل داك الإجهاد اللي تيكون تما، داك والشد العضلي تزيله الحجامة. تقريبا هادو هما يعني الحوايج اللي كيكونوا مهمين في الحجامه، هما هاد الحوايج بالضبط. الناس مؤخرا ولات كتربطها في هذه الفتره ديال الجائحه، ولات كتربط الحجامه بالفيروس ديال كورونا، وبان ممكن انها تعالجوا. ناس كتقول بان لا ما عندهاش امكانيه انها تعالجوا، شنو بغيت تقول في هذه النقطه؟ نعم الحجامه الناس يعني تقريبا اللي تيكونوا يعني عانوا من هذا الامر من مرض يعني ديال من فيروس ديال كورونا، فالحجامه لها دور اساسي وهو رفع المناعه، لان الحجامه ايضا من الفوائد ديالها ومن المسائل اللي كتقوم بها، فهي كترفع المناعه ديال الجسم بعد حصه ديال الحجامه، مع احترام يعني المسائل اللي كان بعد الحجامه اللي تنقولوها يعني الناس اللي كيديروا عندنا حصه ديال الحجامه، وهي بعد الحجامه كي المريض كيمشي كيتسرح، ما كياكلش بعد المسائل كاللحوم الحليب البيض، المسائل بحال هكا، ما كياخذومش بعد حصه ديال الحجامه، ما كيقومش بواحد الاجهاد بدني، فلهذا ممكن أن الحجامة غتساعده
ساعدوا بواحد النسبة اللي هي كبيرة جدا. وهو كان إقبال سي نور الدين على الحجامة؟ نعم نعم كان إقبال على الحجامة، والحجامة يعني فلها إقبال يعني قبل فيروس كورونا الناس كانت كتقبل على الحجامة، الناس اللي كتعاني من بعض الأمراض كتقوم بالحجامة، سواء الحجامة الرطبة أو الحجامة الجافة أو الأنواع الأخرى اللي تذكرنا لها، سواء الفوطة النارية اللي والتي دابا يعني معروفة عند الناس ولو كيقوموا بالفوطة النارية، سواء المساج. يعني كانت الحجامة يعني قبل فيروس كورونا فلها إقبال، وحتى الآن لها إقبال كثير جدا، لأن كما ذكرنا قبيلة فالحجامة وكما ذكروا يعني ناس خريط قبل مني، فالحجامة كترفع المناعة ديال الجسم، وما يمكنناش يعني نذكروا أنه نوع ديال الحجامة الرطبة فقط، بل حتى الأنواع الأخرى فهي لها فوائد كثيرة بالنسبة لصحة الإنسان. كاينين مجموعة ديال الناس سي نور الدين اللي كتشكك مدى فعالية الحجامة، لا من ناحية العلاجية ولا من ناحية الوقائية، فشنو تبغي تقول لهاد الناس؟ وكما ذكرت أختي أن الحجامة يعني هي علاج يعني قديم جدا، الناس يعني كانوا يجهلون أسباب الأمراض يعني قديما، وكانت الحجامة هي التي كانت يعني يجدون عليها الراحة ديالهم، وكانت هي من الوسائل العلاجية اللي كانت كيعالجوا بها مجموعة من الأمراض. فالحجامة هي علم، هي علم يعني عاطي فعالية ديالو يعني كثيرة. فشنقول لك يعني الحجامة فهي تتعطي يعني واحد المفعول اللي هو سبحان الله العظيم، كتعطي ما بعد الحصة يحس المريض بأنه ارتاح بعد إخراج الرواسب من الجسم والتراكمات الكثيرة التي تخرج من الجسم، وكذلك التشنجات التي يعني يحس بها الجسم، تتعطي فاعلية يعني كبيرة بعد سبحان الله العظيم. ظهرت بزاف ديال المراكز مؤخرا سي نور الدين اللي كتقوم بهذه العمليه ديال الحجامه ولكن بدون ترخيص، شنو راي ديالك في هذه القضيه؟ هو بالنسبه اول حاجه فميدان الحجامه يعني بدا يعني الناس بدات كتقوم يعني بواحد الدورات تكوينيه كثيره في هذا البيت، بداو كيكونوا يعني ناس في الحجامه، بداو الناس ولا عندها يعني إقبال على الحجامة، ولا إقبال كبير على الحجامة. أنا اش غادي نقول لك يعني نقدر نقول لك يجب تقنين هذا الميدان، يعني يجب تقنين ديالو. فاحنا الحمد لله المركز ديالنا هو عنده تقريبا واحد 16 سنة وهو مفتوح هنا في المنطقة. احنا الحمد لله كاين الترخيص ديالنا، كاين شواهد ديالنا، كاين الدبلوم ديالنا. مراكز اخرى انا كنعرفهم شخصيا حتى هما يعني عندهم شواهد ديالهم، عندهم تراخيص ديالهم، وبعد الناس اللي عشان نقول لك سامحهم الله يعني كيخدموا في هذا الميدان، يعني كيخدموا بواحد العشوائيه، يعني هما اللي كيسبوا لنا حنا يعني واحد المشاكل بالنسبه لنا حنا اللي كترجع علينا. عشان نقول لك يجب تقنين هذا الميدان، يجب وضع نقط على الحروف هذا الميدان، لأنه ميدان يعني عاطي واحد الفاعلية اللي هي كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل يعني يفتح علينا في هذا الميدان وعلى جميع الناس المرضى. وكان هذا هو لقاءنا اليوم مختص في الطب البلدي هو الحجامة، اللي جاوبنا على مجموعة من الأسئلة شنو علاقة الحجابة بكورونا، ومجموعة من الأسئلة أخرى اللي كتبادر للذهن ديال المتلقي. فهذا هو لقاءنا اليوم، على أمل لقاءكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا. بسلام عليكم.